والله اسف والله اسف تبي الخشب خذه حلالك خذ الخشب ما بيه ما بيه. ما عاد بيه اوه ماي جاد واحد اثنين ثلاثه اربعه لا 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 ايش هذا؟ ايش هذا؟ شكله وو 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 هدي 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 يا معلم هدي 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 يا معلم والله اسف اسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزهير في حلقة جديدة. وشيء جديد، زي ما شفتوا بالعنوان. نرجع لكم بأصعب مود عدى علي. أوكي؟ شفت عليه فيديوهات كثيرة. لكن قبل ما نخش في المود باك، يا تعطيني لايك. وإذا شفت إقبال على السلسلة هذه راح أواصل عليها بإذن الله الواحد أحد. ورانا حماسكم بالكومنتات، ورانا حماسكم باللايكات، واللي ما شايف القناة اشترك القناة على 25000 راح نسوي حلقة تسألني يا اللي جديد القناة يجهز اسئلته من الحين عشان يسالني اياها فيوم في يطلبها منكم والتويتر حقي والانستغرام حقي في الوصف روحوا تابعونا عليه انزل فيه اشياء كذا مره بسيطه ما علينا نخش في حلقتنا اليوم اوكي راح نسوي عالم بسيط راح نسميه مثلا ليتس داي طبعا هذا المودباك مو زي ماينكرافت العاديه اوكي شوي اكثر واقعيه نقدر نقول آه، راح يبين معنا حاليا طبعا اخذت فكره بسيطه عنه عشان اعرف العب ما العب زي الغبي كذا ما قاعد اعرف اسوي شيء اخذت فكره بسيطه عن المودباك باك حلو وراح نبدا نلعب كذا ببساطه ما بعد المودباك باك صعب فيه وحوش فيه أدفنشر فيه كل شيء يخطر على بالكم ان شاء الله يكون سلسله مره بيرفكت ونستمتع فيها مع بعض إليت ترون حماسكم بالسلسله هذه مرحبا الساعة <applause> هلا والله <هو> <applause> اوكي آه نزلنا في عالم آه جميل اوه شيل شيل هناك شوف يا شباب تراني شوفوا انا من لملعب ما العب باكات كثير اوكي احس صوت شوي عالي نطي شوي نحطه كل يعني من النص تقريبا نظر كذا ما العب ود باكات كثير لكن يا الله شوفوا صوت حلو يا اخي. نستكشف شوي. آه طبعا انتم قلت لكم اخذت فكره بسيطه عن المود باك قبل لا العب فيه. عشان يكون عندي فكره يعني ما ادخل كي زي الابله ما اعرف شيء والعب. اخذت آه فكره بسيطه عنه. آه في اكثر من مود لو شيء زي كذا. يعني في مودات مو ذاك الزود لكنها تبدو انه في في شيء اسمه جلد فيه، في, في شيء اسمه موبس فيه، بس حاليا ما شاء الله ما أنا شايف ولا اي دنصار ما صار الاشياء هذه ايش في هناك شكل في قريه لو في قريه مره راح تفيدنا القريه سنسوى ضفدع بس ما في ضفدع ليش والله ما ادري ليش ما في ضفدع طيب أه ودي اروح القريه انا اوكي كان شفت قريه هناك فودي اروح لها توان تواني وطبعا في عطش في جوع أكيد غير ذا كله في مثل درجة حرارة الجسر في الدائرة هذي هذي إذا أوه كتشت. أوكي في شي هناك هذي إذا مثلا آه راح لمكان حر أوكي آه راح يصير في حرارة لو راح لمكان بارد راح يصير في برودة والأشياء هذي أيوه طاح مات إي مات إيش في ذا اللي طاح من فوق أوكي هلا والله هلا بالحلوين طيب. ايش رايكم ما دام شفنا جرافل هنا طبعا اساس الشيء اللي هو الجرافل اوكي في هناك اكل نروح ناخذ ناكل ناخذ ونروح هناك ناخذ منهم من الصوف اهم شيء عشان ننام شباب هنا في فل موبس اوكي آه مثل ما قلت لكم في جوع في عطش في كل شيء فلعبي بدا يعطش لانه مشى شوي فطبعًا طبعا لو جيت اكسر شجرة كذا ما راح تتكسر معي ما راح اجرب اكيد لانه ما راح تتكسر معي لاني عارف. آه اوكي طلعنا فلنت من اول حبه اوكي كل فلنت اساس كل شيء كبدايه حاليا اوكي والشيء اذا شوف كيف ما يمدينا اخذه يا برايت كليك يا اضغط شيفت اخذه طيب بدي اكسر زياده لاني يعني راح احتاجهم مره اوكي اوكي شو وترى صعب بيطلع لك ترى مو يعني شيء نادر انه يطلع لك فلنت مو دائما يعني تكسر حبه حبتين يطلع لك شوف 11 وحده اوكي من اصل 13 وحده طلع لي حبتين آه، ثلاث حبات كفو والله يكفينا زياده اظن هذه طيب نحتاج بعد سيت عفوا الستيك اللي راح نجيبها من ال الشجرات 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 اوكي شو اسمه بهذا الشكل اوكي اوكي ديني 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 وينهم احسهم طاحوا يا اخي يوه اوه راح تكليك اخذنا نسيت نسيت ذا الشيء اوه بندق فندق او يو هاف يب طبعا في شئ راح يفهمكم بعد زياده uh, في مثل اشياء نطورها في اللعب حقنا عشان يصير uh, احسن زي كذا شايفين الفارمنج. المدري ايش الاشياء هذه هذه كذا راح نتعمق فيها بعدين مو حاليا يعني حاليا كحلقه بدائيه كذا ناخذ الاشياء اللي كبدايه حاليا اوكي ما علينا حاليا راح نسوي الفلنت نايف اوكي هي عفوا قبل الفلنت نايف لازم نحد ال نحد حد نحد حد نسن نسن اللي هو الفلنت هذا بين نضرب على الاضره تكلك زي كذا شايفين كيف صار عندنا اللي هو فلنت شارت مثل كان كان فلنت محدود كذا يعني مشان السكين المهم ان شاء الله فهمتوني اوكي ما علينا نحطه كذا راح يطلع لنا فلنت نايف راح اخذ ثنتين راح يحتاج وحده زياده آه بعد ذا الشيء آه ودي آه يب بعد هالشيء راح ناخذ لنا راح نقش الفلنت بالفلنت, بالفلنت آه شارد راح نقش اللي هو السيد بهذا الشكل عشان يطلع لنا اللي هو اللي اسمه آه بلانت فايبر بلانت فايبر هذا راح يساعدنا مره آه بان نسوي الشيء اللي راح يكسر لنا الشجر اوكي عليكم عمر مركزين 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 معي اهم شيء مركزين معي جميل هم خلينا نرجع اتذكر كيف كنا نسوي البلانت فايبر اظن كذا آه طلعنا بلانت سترينجث بالبلانت نحط حبه كذا على حبه كذا على حبه كذا ولا العكس ياب فلنت هاتش والله اني ذكر... ذكرت ذاكرتي مره كويسه جلنا مره ذاكرتي كويسه قاعد اتذكر انا شفت مقطع يمكن مره مرتين بس فهمت علي كيف عشان ادقق بس أه ويا هذه اللي راح تكسرنا الشجر فلو نجي هنا عند الشجره اه عفوا هذي، شوف الأنيميشن الخرافي على تكسير الشجر كيف، شوفوا كا- شوفوا شوفوا 3 2 1 كسر، يا سلام، و طاحت، بعد ما طيح لي الأغراض الشجرة، فهنا في بندقة شفتها بندقة، <applause> حبة بندق شفتها، خلنا ناخذها، هنا بعد، هنا بعد، هنا بعد، طيب. آه شفت هناك خرفان ولعبي بدا يعطش يبغى نروح لمكان فيه ماي ودي اروح الخرفان اقتلهم همم خرفاني انا انتم طب ذا يؤذي ولا ايش والله ما اعرف ااا آه. تمام طب في خرفان ممكن اقتل الخرفان بس اللي جنبك يا الحبيب واسف خلاص اسف هدي هدي لا لا شافني شعف شعف شافني شافني اسف ما يسوي شيء ما يسوي شيء والله كفو اوكي خلينا نقتلهم ما يطيح لي صوف يا يا الله هذا ضيع حبة صوف انا خايف اضرب هذا الجنب وخر وخر عنه وخر وخر لا اضرب ذاك واجيب العيد ايوه بعد حبه السريع تتكسر يا الله شل السالفه ذي طيب اظن حتى ما يمدينا نحل الخشب بهذا الشكل اوكي <applause> تحليل الخشب راح يكون باني احط زي كذا والله اسف والله اسف تبي الخشب خذه حلالك خذ الخشب ما بيه ما ما عاد بيه وخر بس عنه لو سمحت خلاص ابي خذه خذ الخشب ما بيه خلاص انا بروح اصلا اخذه شكرا لك حبيبي والله حبيب قلبي تلا ترى تعبت اني جبته يعني ما صار ماني سارقه ولا شيء اوكي آه المفروض آه. ليش ما قاعد تصير هاي اذكر كذا الطريقه ممكن ما شفت الو ايوه كان شفت شيء توه ايش هذا وذن كلوب والله ما ادري لكن يا شباب اذكر آه في طريقه هناك في ماي <applause> ايش هذيك واو بو عيال ايش هذي يمدينا نسكن فيها اصبر 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 بس صدق اتذكر ان الخشب انكسروا آه بال بالنفسه هذه الوذن هاتشت هذا شيفت رايك في كليك ويشرب تروح راح يجيني الثيرست عطش لانه ما راح يشبع لان المي هذه مي نهر يا شباب ما راح يشبع منها رجع بس ان ايش هذا يا رب انه ما في موبس داخله واو واو يا شباب يبغى لها صورتي كان في حد داخل والله ما ادري لكن دي يبغى لها صوره هذا بجاجة، ايش تسوي لنا؟ اه في هذا، اوكي، في جستات في جستات في لازم ادخل داخل يا شباب. لازم ادخل داخل، اصبر اصبر اصبر. اوكي اسف، اوه شد دمشت لازم ادخل داخل يا شباب قبل يجي اوكي، راح اكسر ديرت. عشان يساعدني ادخل داخل، اوكي؟ واو يا شباب، ايش هذا الشيء مرة اسطوري. نض... الشكل حقه مره مره كويس يا اخي واو صوت اسمع ش... صوت الشلال يا ابوي اسمع صوت الشلال السلام عليكم شباب في احد ساكن هنا واو يش... كل شي جاهز كل شيء جاهز عندي ايش هذا هل في صوت هذي صوت يما 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 يما, يمّا. في شيء في شيء في شيء في شيء اصبر 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 هذا ايش هذا ايش والله اسف يا الحبيب طب اصبر خلينا نطلع فوق ماني مطمن يا والله اني منخرش خرشه ما ادري ليش يسمع صوت غريبة يكون ذل الصوت من هذا بس انه لازم انتبه من اللي تحت الماي ذا كيف ارجع انزل هدي عبادي هدي مكتوب اباندنت ستورج بيهايند ذس وول وات يقول أ... في ستورج مخفي ورا الباب هذا اوكي طب لو يمديني اكسر هذا بيدي يمدي والله راح اخذ لبكره على كذا بس اصبر شوي آه. خلينا نكسر بيدي والله ما في الا كذا هذا نقدر نكسر فيه طب ثواني ثواني آه ايش اسمه فلنت يمديني آه بكاكس فلنت اه ما مو فلب فلنت زي كذا يمديني آه كاكس بكاكس والله اوه ماي جاد واحد اثنين ثلاثه اربعه لا 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 ايش هذا؟ ايش هذا؟ عن شكله عن شكله والله اسف 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 اوه ماي جاد يا شباب راحت اغراضي خلص بني كويس يا شباب انا ماني من ايش صار تو يعني اكيد شكلي صار غبي يوم صار صرخت هذا اللي هام ايش هذا طيب ايوه يا ليه. اه خروف بس هذا كويس اني قريب قريه خلينا ننام اوكي آه صراحه الحين قاعد احاول افكر ايش صار معي بس ما ما قاعد اقدر فوت كفو فول ايش في بعد لمحت شي هنا ايش هذا شكل مثل تشين. اوكي صراحة ندينا كسر خشب بذدي ان اغراضي راحت يا الله كل شيء راح الحين كل شيء راح ايوه دروع

عشان يندينا آه يكون يندينا نلبس دروع ولا نزرع ولا الاشياء هذه خلنا بخص بس بس من عندهم ذول كويس كويس انه قريب قريه صراحه اوه شوفين كيف هذا مثل كان ايوه كان اسمه صوت يا اخي واو كيف راس بردي انا فتره في الصحراء حاليا يا ساتر شو ذا هذي ايش هذه اكل ولا ايش؟ بلاستر والله انا يعني مغطني مغطى بغيت اموت فيها ايش في هنا؟ أوه في مدخل خلينا ندخل المدخل ده هلا قرويًا ايش عندكم؟ اوه كفو كفو يا شيخ شيخ من الاول تعالوا انتوا انتوا وينكم الاول؟ وينكم وينكم؟ وينكم الاول؟ اعطني كراتين بعد انا عنده اوه حران حران خوينا بالله حران آه وين في مي 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 ماي اسبح ايوه قاعد تنتظر لحظات لكن هذا تدبر نفسك القوي هذه البركه صراحه اللي عندنا شكلها الماي حررت انا باقي اوه ايش هذه؟ وات؟ ااا آه ويتونز ويتونز وش هذه؟ شباب شباب اللي عنده فكر ايش هذه يقول لي ما ما اعرف ايش هذه هوب هلا بيت الحداد هلا هلا ايوه ايرون سبير العب هات كل شيء بس ارمي هذا العب شو شك كيف شكله آه اوكي بس انا نظر فيه كم اتاك حقه ااا آه فايف دام والله كويس والله ينفع هذا كويس كويس هذا السدل طيب بنحاول كل شيء ندافع عنه اهم شيء هذا يا اخوان بالله حران حبيبي اشتغل انجز انجز يا بارك نبغى لك تنجز يا ابوي بسرعه عشان نطلع من ذا المكان هي في ارز هنا ايش في في بعد اوه في فوق تشست ثاني بطلع له بطلع له بعد الموت والله يا شباب لازم اي تشست اشوفه اروح اخذه والله جد فعليا طفرة أه وين الشست اللي شفته؟ اوه كفو والله نايس لا ضبطونا بالفود بس ذا اخونا بالله مرة محرج يا ابوي وش وش تسوي لك يعني مثل اجنحة اجنحة ايوه قاعد تنزل تحت الحرارة الحين واو ووه 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 هدي 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 يا معلم هدي 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 يا معلم هذي يبغاله صورة يا شباب يا رب يا شباب ترى ذولي خطري مرة خطري ايوة ايوة اظن يكون يحمي هذا يبها يحمي هذا والله اني اسف انا اسف وما كنت يبي اصورك والله اني اسف والله اعوذ بالله من انا اسف وما ابي اصورك وبروح الحين والله اني اسف بيخرش شاب قول <قليلاً> هذول <ده> الاثنين روضهم لا لا ما 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 بيروضك ما بيروضك بس يا اخي في عندك ستات هناك ايش رايكم نتسلسلس عليهم؟ نتسلسل مو عبادي اسف اسف <عسف> يا اما يخوف يما <applause> اسف 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 والله اسف <applause> <applause> يما رب ابادي ابادي والله اسف ده ده. خلاص ما ابي تسلسل ما ابي والله ما ابي خلاص خلاص والله بغى يشيلني لا يكون قاعد يحرقني امانه ايش oh, cool. هذا بعد جلوينج نوت vision اه كويس انا الحين مت بسكرتون من ضربه واحده ايش من سكرتون هذا ايش من سكرتون هذا وش هذه اللي تحت شكله اعطاني تشت يا شباب <applause> يا طب ليش ايوه اوه رجعني زي مكاني والله كفو عرفت ايش هذا الحين والله نايس خاصة شو لا تقول لي ايش هذا خاصة عرفت <تصف> <تسكرتن> الوسخ اسف 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 ايش فيك ايش في ذا بالله هي معك زمور زم وين يطقوا ليش؟ <applause> <applause> <سيق> <صفيق> اه والله يضحك ذا اصبر 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 بنحاش والله بنحاش والله بروح خلاص والله بنح يا اخي مشكلة الركض مو متعود عليه دبل خلاص زمورك زم ذا يا في سكوتات ثانية هنا صور صور واو اوكي اوكي خلني هدي ابو زمور داخل الكناك بس هذا ليش ما يمديني اموت تحت فيه حتى شوف أقصر ذا ما يمديني طبعا عيال السؤال ابيكم اللي آه يفهم بالمود انا راح انا راح اقرا عنه اكثر واكثر لكن اللي يفهم بالمود كيف اطور السكيلز اوكي يساعدني فيها كله شاكر ويا ما يمديني اضرب دولي ايش الكلب ذا تن شوف تنين تراك بعيد وتزعجنا في بوريك ذي ودي ارجع للقر انت متوك كنت هناك ولا ذا واحد ثاني انا صوف انا ما عبادي خلى بس يروح لفته لهناك اوكي 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 اسف اسف تعال 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 هذا 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 تعطيني ريجن هذه يا رب قلبي يا شيخ تعالي خليكي معي خليك خليك اسمعي خليك اسمعي حبيبتي تعالي تعالي كم 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 تعالي تعالي معي طبعا انا شكلك خايس بس انه يلا تعالي اسف يا صقر والله تعال اسف اسف, آسف. اسف 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 والله اني اسف تعال 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 اعطيني ريزن يقطع شكل عرق ام المكان واتهل طب تعال تعال تعلمى تعال لمي بالله تعال من تحت من تحت من تحت ما ما أم... أنا ليش أحرش؟ لا لي رأيودني في مكان ثاني. أنا ليش أحرش؟ وذا الوسط يا أخي ليش أحرش؟ يا أخي ما فيني دو. <applause> آسف 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 خلاص. آسف 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 خلاص حبي... خلاص آسف. هنا دعسوا دعسو. مني اسف يا وسخ مني اسف مني اسف اسف خلاص درس بحياتك لا تهايط مع الاكبر منك انا المهم يا شباب انا كذا مخي انفجر صدقني مخي انفجر يا شباب انا اذا تبون نوصل على السلسله هذه اعطونا لايكاتكم يا شباب شفت حماس راح نوصل على السلسله هذه ونلعبها بتراي هارد يعني كذا اعرك فيها بالاخر، اوكي؟ تبغون نوصل السلسله هذه اعطوني لايك واكتب لي يا شباب ساعدوني, ساعدوني. ابيكم ساعدوني بالاشياء اللي قلت لكم عليها ساعدوني فيها ما ابي اطول الحلقه يا شباب كاميكا وعبادي شوف الحلقات الجاي لعبي بردان شوفوا كيف الدجاجه الحلوه بردانه طلع كذا دخان ابيض من فمها من البرد يعني اعطوا لايك للدجاجه كاميكا عبادي. شوفوا الحلقات الجاي في امان الله. بيس.